السلام عليكم أحبابي. جلست أقرأ في قواعد أسماء الله عز وجل، وأثرت في قاعدة من قواعد أسماء الله، ألا وهي قاعدة أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ومعنى حسنى أنها بالغة في الحسن وبالغة في الجمال. وقد ذكر الله عز وجل 4 آيات في كتابه سبحانه وتعالى يدل على أن أسماء الله كلها حسنى، ومن جملة تلك الآيات يقول ربي سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. أما الآية الثانية: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما الآية الثالثة فيقول ربي فيها: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أما الآية الرابعة والأخيرة التي يقولها الله عز وجل في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.